حفظ طهري في بدني، فأنا يوميا لأصلي أتوضأ دوما بتأني، فأسمي بالله الواحد والنية نور يغمرني، يأمرني ديني يأمرني أن أحفظ طهري في بدني، فأنا يوميا لأصلي أتوضأ دوما بتأني، فأسمي بالله الواحد والنية نور يغمرني، أغسل كفي وأستنشق وفمي فرسولي علمني، وسلاسا وجهي يغسله من كل ذنوبي يغسلني، وكذاك سلاسا ليدي فالله بهذا يأمرني، وبراسي أمسح في حرص لأنسى أن أغسل أذني، وأخيرا أغسل قدمي فأتم وضوئي.